أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الرب منصور هادي من زيارة خارجية شملت قطر والمملكة العربية السعودية، وكان لافت في الزيارة هو اقتصارها في الرياض على لقائه وزير الدفاع وعددا من قيادات الأجهزة العسكرية السعودية، وهو ما أثار التكهنات حول أهداف هذا اللقاء على ضوء المستجدات الأخيرة. في هذا المساء سنتوقف عند هذا الخبر لنناقش دلالاته على ضوء المستجدات العسكرية الأخيرة. مراقبون رأوا في لقاء الرئيس بوزير الدفاع السعودي إشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون ماضية باتجاه التصعيد العسكري، خصوصا وأنها تأتي في ظل تصاعد لغة الحرب من جميع الاتجاهات بعد استهداف الفرقاطة السعودية في المياه الدولية في البحر الأحمر، كما تأتي بعد حديث الرئيس هادي عن أن المسار العسكري أصبح هو الخيار الوحيد للتعامل مع سلطة الانقلابين في صنعاء. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. ملامح عسكرية خالصة لترتيبات المرحلة المقبلة في اليمن. فمن بين اللقاءات النادرة التي أجراها الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض مع القيادة السعودية، تأتي زيارة ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للرئيس في مقر إقامته بالرياض، لتعزز من الاعتقاد بشأن الأولويات العسكرية للتحالف والحكومة خلال المرحلة المقبلة. اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية، فيما جرى الحديث عن رسالة خطية لم يكشف عن مضمونها، موجهة من الرئيس هادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسلمها ولي العهد خلال هذا اللقاء. كان لافتا حضور رئيس الاستخبارات العامة السعودي خالد الحميدان والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء الركن أحمد عسيري، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المناقشات التي أجراها الرئيس عبد الرب منصور هادي مع ولي العهد السعودي وزير الدفاع كانت ذات مضمون عسكري وأمني في الأساس. الترتيبات العسكرية للحل تعززت بالتصريحات الصادرة عن الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يتواجد الآلاف من جنود بلاده في اليمن. الرئيس البشير تحدث في مقابلة تلفزيونية عن أنه يتم تجهيز المزيد من قوات بلاده تمهيدا لإرسالها إلى اليمن والمملكة تنفيذا لالتزامات الخرطوم تجاه عاصفة الحزم. يأتي ذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المياه الإقليمية اليمنية ومنطقة جنوب البحر الأحمر على ضوء الانتشار اللافت للقطع البحرية الأمريكية في المنطقة، خصوصا وأن هذا الانتشار جاء بعد الهجوم على الفرقاطة السعودية، ووسط تأكيدات بأن القطع البحرية الأمريكية منحت صلاحيات التعامل المباشر مع التهديدات العسكرية التي يمثلها الانقلابيون في هذه المنطقة. مجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم لنا الآن من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد ياسر. ما هي أهم القضايا التي ناقشها رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع السعودي ولي العهد؟ بالتأكيد هي مواضيع عسكرية كما تحدث تقريركم، لا يمكن الإشفاق عنها لأن هذه الأمور فيها خطط وفيها رؤى للحكومة الشرعية لعملية عسكرية في مناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وكذلك لخطط أمنية ستشارك أو ستدعم في من خلالها المملكة العربية السعودية لدعم الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة، وكذلك دعم خطط عسكرية وضعتها الحكومة الشرعية لتحرير ما تبقى من الأراضي الجمهورية اليمنية، وكذلك أمور عسكرية أخرى تتعلق بالتنسيق الكبير بين الجمهورية اليمنية وقوات التحالف العربي ممثلة في المملكة العربية السعودية. طيب في يعني الزيارة تزامنت مع نوع أو جولة لرئيس الجمهورية لأكثر من دولة عربية، بعدها عاد إلى اليمن والأخبار تقول أنه سيعود إلى عدن خلال يعني في وقت قريب. هذا الأمر كيف يجب أن يقرأ أو ما هي الرسائل التي وجهها عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لليمنيين للعالم؟ رئيس الجمهورية يقوم بجهود حثيثة لدعم الحكومة الشرعية في تثبيت يعني أو استعادة مؤسسات الدولة من الداخل، وذلك من خلال زيارته في لدولة قطر الشقيقة ودعم وطلبها وطلب من دولة قطر دعم البنك المركزي لتثبيت السيولة ويعني ضخ المليارات في البنك المركزي في عدن، وكذلك دعم الحكومة الشرعية ودعم استئناف البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن لكي تعود بقية مؤسسات الدولة، كذلك التقى
في الرياض للمسؤولين العسكريين خصوصا في المملكة العربية السعودية لاستمرار مزيد من الدعم العسكري للحكومة الشرعية. على ما يبدو الحكومة الشرعية يعني اتخذت الخيار العسكري أو اتخذت القرار بأن الخيار العسكري هو الأنسب للتعامل مع ميليشيا الحوثي، خصوصا مع فشل كل المبادرات السياسية الأخيرة وتوقف المسار السياسي وتعنت الانقلابيين. الحكومة الشرعية لديها خطط وأهداف استراتيجية واضحة، ورئيس الجمهورية يقوم بزيارات ناجحة لدعم هذه الخطط والمشاريع لاستكمال عملية تحرير الجمهورية اليمنية. اليوم رئيس الجمهورية يعود إلى سقطرة وللتمهيد لزيارة يقوم بها الملك الأسباني لقضاء إجازته في جزيرة سقطرة. سيتم تدشين مشاريع استثمارية كبيرة في محافظة الخبير سقطرة لتصبح وجهة سياحية في المحافظات المحررة في الجمهورية اليمنية. والرئيس يزور محافظة سقطرة لوضع اللمسات الأخيرة يعني دعم المشاريع واستفتاح المشاريع والبنى التحتية في محافظة سقطرة والتي ستشهد إقبالا سياحيا خلال الأشهر القادمة. رئيس الجمهورية سيعود إلى عدن للإشراف على يعني استعادة مؤسسات الدولة ويعني استكمال صف رواتب الموظفين والإشراف على العمليات العسكرية المستمرة في الساحل الغربي وبقية المناطق. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد ياسر الحسني. ينضم لنا الآن من الرياض قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج. مساء الخير سيادة اللواء. من بكم سيادة اللواء، في ظل التصعيد العسكري الواضح في المنطقة سواء من قبل الانقلابيين أو من قبل الأحداث التي تدفع مثل أمريكا دفعت بمدمرة إلى باب المندب، هذا الأمر أتى بموازاته لقاء الرئيس هادي بوزير الدفاع السعودي، هل يمكن الحديث على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تحضير لعمل عسكري كبير أم أنه لقاء اعتيادي في سياق عملية متابعة لعمليات التحالف العربي في اليمن من وجهة نظرك؟ شكرا لك أخي الكريم. دعني أيضا أزيد إلى ما ذكرت موضوع التجارب البالستية اللي تقوم بها إيران، الصواريخ البالستية هي ربما محاولة للتصعيد ولفت الانتباه والأنظار للابتعاد عن المعركة الحقيقية التي تقوم بها إيران في اليمن عن طريق وكلائها من الحوثيين وصالح. المعركة الحقيقة كل الأحداث اللي ذكرتها مترابطة. الأخ الرئيس زيارته حملت أكثر من دلالة وأكثر من معنى، ولعل أحد المعاني المهمة جدا هي ما ذكرت بأنه التحضير، ليس التحضير وإنما استمرارية العملية العسكرية التي أصبحت اليوم بإذن الله تعالى تشارف على الانتهاء، معنا معركة الساحل الغربي. وأعتقد أنكم ربما تابعتم مسألة يعني تحول مدينة الحديدة وميناء الحديدة إلى منطقة لاستهداف حركة الملاحة الدولية. نحن ربما في الجيش الوطني نبهنا مرارا إلى أن إلى خطورة أن تسيطر ميليشيات على مثل هذه السواحل على الأمن العالمي وليس على أمن الملاحة اليمني فقط. الأمور كان لها طبعا دور تنسيقي في هذا الإطار، وأيضا في إطار أخرى ربما تحدث عنها زميلي الذي معكم على الطرف الآخر. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة اللواء. أعود بعودة أخيرة إلى ياسر الحسني. أستاذ ياسر، الآن اللقاء حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أتحدث عن لقاء الرئيس بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومن الجانب السعودي رئيس الاستخبارات والمستشار العسكري لوزير الدفاع. هذا الأمر الآن يعني أن هناك نوع من الاهتمام الأمني والاهتمام العسكري بالإضافة لوجود يعني سياسي في نهاية المطاف باعتبار أن المحصلة سياسية أو القرار سياسي. بالنسبة للملفات في اليمن هناك ملفات كثيرة وهناك نوع من التقدم في كثير من الملفات سواء العسكرية أو غيرها، لكن أيضا الأمر الأمني مهم، وكان هناك يعني حادثة مثيرة للجدل في البيضاء، ما حدث في البيضاء، وهناك كثير من علامات الاستفهام حول دور القاعدة الآن. هذا الملف هل هو حاضر بهذه الجدية بالنسبة لرئيس الجمهورية؟ هل حضر في هذا اللقاء؟ بالتأكيد كل الجوانب العسكرية والأمنية ستشهد يعني تنسيق عالي مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي، خصوصا أن الحكومة الشرعية يعني تجهز ألوية متخصصة لمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة، ونحن نشهد تخرج دفعات في عدن وفي مأرب وفي كثير المحافظات المحررة
لقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب. للأسف الشديد أن بعض الجماعات الإرهابية هي تقوم بالدور الذي تفشل عنه ميليشيا الحوثي والمقرع صالح، والحكومة الشرعية ودول التحالف العربي تدرك بأن مواجهة الجماعات الإرهابية لا تقل يعني أهمية عن مواجهة الميليشيات الإنقلابية، والقوات الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي يسعى لدعم هذه الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ويعني مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية التي تريد أن تخلق صورة سلبية عن الحكومة الشرعية يعني تتواطأ مع الجماعات الإرهابية، كما تحاول الميليشيا الإنقلابية تصور اليوم الحكومة الشرعية تريد أن تكون لها اليد الطولة في مكافحة هذه التنظيمات الإرهابية التي تمارس دورا إجراميا مشبوها يخدم الإنقلابيين ويحاول أن يسوق بأن المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية يعني لديها نفوذ القاعدة. اليوم الحكومة الشرعية فرضت الأمن بشكل كبير في محافظة عدن، واستطاعت أن تقهر هذه الميليشيات الإنقلابية في محافظة مأرب وفي كثير المحافظات، وأعتقد أن الحكومة الشرعية ستذهب بقوة لمكافحة هذه التنظيمات الإرهابية التي يعني تقوم بدور كبير لخدمة الإنقلابيين. إذن أشكرك صاحبي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأعود إلى سيادة اللواء سمير الحاج. سيادة اللواء، قبل يومين على إثر استهداف الفرقاط السعودية كان رئيس الأركان السعودي يؤكد على استمرار عمليات التحالف في اليمن حتى تحقيق أهدافه. الآن هذا الأمر بكله هل يعني أن الحل السياسي بات على الهامش والتصعيد العسكري هو الذي سيظهر خاصة في الأيام القادمة؟ هو أنا أؤكد ما ذهبت إليه بأنه أصبحت كل الخيارات تقريبا مغلقة، ولا يوجد إلا خيار واحد الآن هو المتاح وهو الخيار العسكري. جميع الخيارات تقريبا اصطدمت بصخرة التناقضات وصخرة أيضا العقليات التي لا تستطيع أن تخطو خطوة للأمام في سبيل السلام. قدمت الحكومة الشرعية جميع تقريبا ما لديها من أوراق في الدفع بعملية السلام، لكن العبث بهذه الأوراق وبالهدن وبالتوقفات العسكرية هو الذي دفع الآن باتجاه خيار واحد، وهو خيار العمل العسكري. العملية العسكرية قائمة ولن تتوقف إطلاقا، ومن يتوهم بأن يعني تحركات هنا أو هناك والبعض أو بعض العمليات ربما التي يقوم بها ربما الآخرين ربما تتيح له فرصة أن يعود مرة أخرى إلى الواقع، أعتقد أن هذا الأمر أصبح مرفوض. الإرهاب لدينا في الحكومة الشرعية والجيش الوطني له الآن آلاته الجاهزة لمكافحته. القتال في جميع الجبهات أيضا مستمر ولم يتوقف. أعتقد نحن أمام مشهد أصبح واضح ربما في فصوله الأخيرة كيف يتم استكمال العملية العسكرية لإزالة الانقلاب وعودة الدولة الشرعية وعودة الاستقرار لليمن، والعمل مع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي في مكافحة الإرهاب وضرب بؤر التطرف، والذي نعتقد بالنسبة لنا في اليمن أن صالح والحوثيين لهم إذن كبيرة في تحريكها. طيب الآن في الآونة الأخيرة يجري الحديث عن عملية عسكرية في الحديدة بعد إتمام عملية المخا. هذا الأمر هل سيؤدي يعني مع تسارع الأحداث في المنطقة هل سنرى عملية عسكرية في الحديدة قريبا أم أن المخا لم تنتهي بعد عملية المخا؟ على حالي أخي العزيز، بالنسبة للمعركة هي سميت بها الرمح الذهبي، وهي عبارة عن خط امتداد طولي كناس الرمح إلى الخط الامتداد الطولي الذي سيمتد من باب المندب وحتى منطقة ميدي. هذه هي المنطقة الغربية التي تشهد اليوم ربما هناك بعض التحضير الواسع وأيضا التجهيزات لاستكمال هذه المعركة كاملا. لابد من قطع الشريان الرئيسي الذي يمد الإنقلابيين والذي يعبث بأموال اليمن ويعبث أيضا بالمساعدة الدولية التي تأتي إلى المواطنين والذين يقومون ببيعها إلى الناس سواء من وقود أو أدوية أو أغذية. لابد من قطع هذا الشريان حتى تستطيع الحكومة الشرعية ويستطيع دول التحالف أن تحسم هذه المعركة وتعيد اليمن إلى سابق عهدها من حيث الاستقرار، وأيضا تأمين خطوط الملاحة الدولية التي ربما ضرب الفرقاط السعودية هو جزء من هذه، وقبلها ضرب أيضا أحد السفن الإماراتية التي كانت تحمل الإغاثة، وأيضا ضرب أحد الفرقاطات الأمريكية التي يعني تم
يعني التصدي للصواريخ التي ضربت عليها من البحر. كل هذا يؤكد مما ذهبنا إليه بأن هذه المجموعات إن لم يوضع لها حل فإنها ستظل تمثل خطر ليس على المجتمع اليمني ولا على المجتمع الإقليمي بل ربما على خط الملاحة والتجارة الدولي. طيب الآن يعني في حل استمرت هذه العمليات وباتت معركة الحديدة معركة أساسية بالنظر إلى أن هناك يعني في حديث الرئيس عبد ربه منصور في أو تصريحات صحفية قبل فترة تحدث على أن هناك جبهة في ميدي وهناك جبهة الآن في المخا وسنرى من سيحسم المعركة بشكل يعني أسرع. هذا الأمر هل يعني يتساءل كثيرون هناك دور للتحالف العربي بشكل أكبر في معركة المخا؟ هناك ربما قوات حتى على الأرض قوات من التحالف لكن في حرض هذا الأمر لا يوجد بشكل مماثل أو بشكل أوضح. كيف يقرأ هذه المفارقة؟ كيف تقرأ؟ هو أنا ما قرأته من حديث فخامة الأخ الرئيس هو يتحدث عن تحرك الجبهتين في اتجاهين ربما الوصول إلى نقطة الوسط وهي محافظة الحديدة ولا أعتقد أن الموضوع له علاقة بالتفصيل أن هناك ربما قوة مشاركة من التحالف وقوة غير وقوة لا تشارك فيها قوات من التحالف. أعتقد أن جبهة ميدي هناك قوة في التحالف مشاركة مع القوات تتحرك معهم بالدعم اللوجستي والمادي والمباشر أيضا كذلك كما هو في المخا هناك الجيش الوطني والمقاومة أيضا تتحرك بمساندة إخوانهم أيضا من دول التحالف. أعتقد أن الجبهتين تسيران في اتجاه واحد وإن شاء الله تعالى سيوصلون إلى الهدف. هذا ما فهمته أنا تماما وأعتقد أنه هو هذا الذي كان يعنيه فخامة الأخ الرئيس. طيب الآن هناك إدارة أمريكية جديدة توجهات من التصريحات تبدو مناهضة لإيران وكذلك للميليشيات التابعة لها في المنطقة في اليمن تحديدا. الآن هل يمكن الحديث على أن الاعتراضات التي كانت تطرحها الإدارة الأمريكية السابقة سقطت أصبح الخيار العسكري في الأزمة اليمنية هو الخيار الأول؟ هو في الحقيقة دعنا نؤكد بأن حتى الموقف الأمريكي لم يكن يقف صراحة مع الحوثيين والإنقلابيين وعلي صالح وهو يعرف جيدا أكثر ربما من الآخرين بأن أي تحرك في هذا الاتجاه فهو عبارة عن تحريك للفوضى وعبث في المشهد بشكل عام. وأعتقد أن ربما التوجه الأمريكي الجديد سيخدم باتجاه يعني عمل نوع من الاستقرار في المنطقة وإذا لم فالحقيقة اليمنيين هم والإقليم أيضا ليس لديهم إلا خيار واحد وهو تثبيت الأمن والاستقرار في يعني دولة كاليمن التي تعتبر هي عمق الخليج العربي بشكل عام. إذن أشكرك قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ينضم لنا أيضا من الرياض أعزائي المشاهدين الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. مساء الخير سيد سليمان. أهلا بك أستاذ سليمان. بعد استهداف الفرقاطة السعودية كيف تبدو خيارات المملكة والتحالف العربي في الأزمة اليمنية؟ لا شك أن زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى الرياض تأتي في إطار التنسيق للمرحلة الجديدة من العملية إعادة الأمل وعاصفة الحزم والهادفتان إلى إعادة الشرعية وترسيخ وجودها ووصولها إلى العاصمة صنعاء. وهناك كما يعتقد على نطاق واسع ومن خلال الاجتماعات التي عقدت حتى الآن ومكونات هذه الاجتماعات من الشخصيات العسكرية يتضح أن هناك يعني تنسيق عسكري يهدف إلى يعني تعزيز التعاون بين الجيش الوطني والمقاومة الشرعية والتحالف العربي. وأنا ليس طبعا لدينا تفاصيل عن هذه المرحلة الجديدة التي ربما تكون مرحلة جديدة ولا عن تفاصيلها ولكن من الواضح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر يعني تعاونا وتنسيقا وأكثر تركيزا خاصة أنه الآن
التحالف العربي يحظى بدعم دولي هو الحكومة الأمريكية الجديدة التي يعني يبدو أنها تتفق مع التحالف العربي في الأهداف وفي مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن وفي غيره. طيب الآن هذا التغير في الإدارة الأمريكية، مجيء إدارة تظهر أنها مناهضة لإيران وجماعاتها في المنطقة، هل سيغير من استراتيجية التحالف في اليمن أم أن التحالف كان ينتظر هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن الحكومة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس أوباما وبتأثير من جون كيري وزير الخارجية الذي كانت فيما يبدو تربطه بالإيرانيين روابط شخصية وربما تجارية ومصاهرة وأكثر من ذلك، يبدو أنها كانت بالفعل تعمل لخدمة النفوذ الإيراني سواء تعلق الأمر في اليمن أو في العراق أو في سوريا، والدليل السياسات الأمريكية المنحازة إلى والمسهلة لعملية الانفلاش الإيراني في المنطقة، وعلى ضوء ذلك انكفأ التأييد الأمريكي من بداية عاصفة الحجم وانكفأ إلى انتقاد، لأنه في الفترة الأخيرة أصبح التحالف العربي يواجه ضغوط من جون كيري بالذات، ثم أنتج جون كيري مبادرة هادفة إلى كانت تهدف إلى تعويم الانقلاب حقيقة وترسيخه وإضافة الشرعية عليه، ولكن الحكومة اليمنية وكذلك حلفاء في التحالف العربي بمناورتهم ودبلوماسيتهم استطاعوا استيعاب هذا الضغط. الآن يبدو من خلال الحكومة الأمريكية الجديدة أنها تؤيد بالفعل التحالف العربي وأهدافه النبيلة والسامية في إعادة الدولة لليمن وانتزاعها من أيدي عملاء طهران الذين لا يخجلون من الادعاء بأنهم يرسلون الصواريخ إلى المدن اليمنية والمدن السعودية، ورغم أنها تسقط فإنهم يعني لا يخجلون من أنهم يضربون أهدافا مدنية. هذا عمل في الحقيقة يعني في الحروب لا نشاهده إلا في خواتيم الحروب، وعندما تنتقل الحرب إلى حرب المدن الحكومة الشرعية وحلفاء العرب لم يضربوا المدن اليمنية، ضربوا المعسكرات العسكرية ومخازن الأسلحة، ولذلك فإنه ينطبق على الحوثي وحليفه يعني وحلفاء مفهوم، وإن حدثت بعض الأخطاء لكن ما ينطبق على مجرم الحرب. لكن أستاذ سليمان الفكرة الحرب مكانهم المحاكم الدولية، نعم، لأنه ينبغي أن نوجه إليهم يعني سياسة عسكرية صارمة تقضي على مخزونهم العسكري. وأعتقد أنا فيما يبدو لي أن التحالف العربي الآن يحظى بتغطية دولية أقوى من لكن الدعم. حتى نفهم هذه الدعم أو يعني الدعم الذي يحظى به التحالف العربي، هذا الأمر كان يتوقعه التحالف أم أنه تغير جديد الآن سيتعامل معه التحالف؟ هو في الواقع أنه يعني نحن عندما توقعنا أن السياسة الأمريكية ستتغير توقعنا في الواقع أنها ستتغير أول ما تتغير في اليمن، لأنه يعني في سوريا يبدو أنه السياسة الأمريكية مكبرة بالتعاون مع الروس، ولذلك يعني التغير في سوريا ربما يكون تغير نسبي أو نوعي، ولكن في اليمن توقعنا أنه يكون في تغير، لأنه أولا اليمن يقع على باب المندب وموقع الجيوستراتيجي يمثل يعني بالنسبة للتجارة الدولية والولايات المتحدة يعني قيمة استراتيجية، كما يمثل بالنسبة لأمن الخليج والجزيرة العربية أهمية ضخمة جدا، وهذه في الواقع تضغط على
على اليمن وعلى حلفاء اليمن بمزيد من المسؤوليات، لأنه لما يكون اليمن يشرف على باب المندب وعلى التجارة العالمية هذا بالتأكيد أنه قيمة استراتيجية ضخمة، ولكن في نفس الوقت قيمة ضاغطة على الحكومة اليمنية وعلى حلفائها. وفي هذا السبيل يبدو أنه الولايات المتحدة بالفعل أنه يعني استجابت لهذا التحدي كما توقعنا، لكن الذي لم نتوقعه في واقع الأمر هو هو شيئين. الأول السرعة في الاستجابة للتحدي اليمني، ثانيا النوعية في هذه في هذه الاستجابة، لأنه تحريك حاملة الطائرات والمدمرات إلى باب المندب والتهديد بضرب الحوثي، وهذه السرعة في الاستجابة للتحدي الذي خلفته الهجمة الإرهابية على الفرقاطة السعودية، هذا في الواقع هذه السرعة وهذه النوعية في الرد لم نكن نتوقع. نحن في الواقع نحن توقعنا أن يكون هناك يعني دعم يماثل أو في مستوى قبول العملية العاصفة الحزم وإعادة الأمل ودعمها يعني سياسيا، ولكن نرى الآن في الواقع ما هو أكثر من توقعاتنا، وهو الدعم العسكري والتغطية السياسية الكثيفة والمباشرة للرد على العملية الإرهابية للحوثيين، سواء تعلق الأمر بالفرقاط أو بغيره. طيب يعني من العمليات التي قامت فيها كردة فعل إيران على سواء المدمرة الأمريكية أو بعد استهداف الفرقاطة السعودية واصلت كنوع مما يقول المحللون أنه استفزاز، كانت هناك تجربة صاروخية، وكذلك كان حديث عن تجربة أو إرسال صاروخ ضرب صاروخ إلى الرياض أو منطقة قريبة منها بالأمس. يعني بغض النظر عن صحة الخبر أو غيره، لكن برأيك هل يأتي هذا في سياق التلويح من قبل إيران وأذرعها في المنطقة بأنها يعني متنبهة لأي تحدي سياسي، أو أن المضي في الخيار العسكري ضدها وضد الجماعات التابعة لها هو أمر صعب؟ أولا أخي الكريم، ينبغي فهم السياسة الإيرانية. نحن لدينا خبرة في السياسة الإيرانية. السياسة الإيرانية تتبع سياسة حافة الهاوية، تصعد حتى حافة الهاوية، وإذا ما وصلت الهاوية تراجع، لأن الهاوية ليست في مصلحتها. كل الذي نسمع هذا أخي الكريم ليس له قيمة على الميدان. إيران لا تملك قوة عسكرية حتى تماثل جيرانها من حيث النوعية ومن حيث الكفاءة ومن حيث الأداء، فكيف بها تواجه قوة كبرى؟ هذا كل كلام ليس له قيمة في الاستراتيجيات العسكرية. وإيران لولا مساعدة أوباما لما سيطرت على العراق، أوباما وبوش لما سيطرت على العراق، ولولا مساعدة الروس طيب لما حققت بعض النجاحات النسبية. وضحت هذه النقطة. نعم أستاذ سليمان، وضحت هذه النقطة، لكن بعجالة أرجو منك سؤال. كان حديث للرئيس السوداني عن أنه هناك تجهيز لمزيد من قوات بلاده ومتوقع إرسالها إلى اليمن والسعودية ضمن التزامات السودان للتحالف العربي الداعم للشرعية، هذا الأمر في أي سياق يجب أن يقرأ الآن؟ نعم، هذا يدخل في إطار القوة الجديدة التي يتمتع بها التحالف، لأن التحالف الآن يحظى بحليف دولي قوي وبحلفاء إقليميين واثقين من أنفسهم ومن خطواتهم، وبالتأكيد أن التحالف الآن هو أقوى من ذي قبل، سواء بثقة بنفسه أو بالتغطية السياسية. التغطية السياسية أخي الكريم مهمة، لأن التحالف العربي خلال العامين السابقين لم يكن يحظى بأي غطاء سياسي من حليف دولي، كان في الواقع يواجه ضغط من الحليف الدولي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الحقيقة، نجد أن التحالف العربي حقق إنجاز في ظل عدم وجود الحليف الدولي، بل وفي ظل
ممارسته للضغط على التحالف العربي. أنا أعتقد أنه ما حققه التحالف في الفترة الماضية يعد إنجازا في ظل الظروف التي عاش فيها. التحالف العربي عمل عربي صميم مستقل لم يحظى بالتغطية من الحليف الدولي. صحيح أنه غطى يعني حظي في بدايته بتغطية من مجلس الأمن وضحت الفكرة أستاذ سليمان. الزخم الذي يعني تركته العملية عاصفة الحزم، ولكن الحلفاء الدوليين تراجعوا عن دعم العملية العسكرية وتركوا التحالف العربي يعمل بمفرده وبدونه. الآن يتوفر للحليف أستاذ سليمان العربي بدوابل الدعم العسكري. أشكرك أستاذ سليمان. نعم أشكرك جزيل الشكر والمعذرة لأنه الوقت وقت الحلقة انتهى. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السعودي أستاذ سليمان العقيلي، وبكل تأكيد الفكرة وصلت. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.